بموافقة جمعيتها العمومية على المضي في صفقة الاستحواذ التي ترتفع بمقتضاها حصة شركة المشروعات التنموية القابضة إلى 71%، تكون شركة عارف للطاقة القابضة قد أتمت من جانبها الخطوة الأخيرة تمهيدا للانتقال إلى المالك الجديد، وبقيت خطوات إجرائية بين مدير الاستحواذ وهو شركة المقاصة والطرف المشتري الذي سيدفع 134 فلسا للسهم الواحد. أعتقد في شهر، فترة شهر اللي هي من 3/6 إلى 3 جولاي، يكون مدير الاستحواذ هم شركة المقاصة، والمساهمين تكون علاقتهم مع المقاصة في عملية البيع، لأن الشاري اليوم معروف اللي هو شركة المشروعات التنموية، عندهم عرض موجود كامل لشراء 100% من الشركة، وما كان يملكون 29 فالباقي 71، والباقي وهو أن المساهمين الراغبين، لأن هي حسب رغبة المساهمين، اللي يرغب راح يروح هناك. في إجراءات طبعا خلال يومين ثلاثة يبتدي يعلنون عنها وتبتدي الإجراءات. والجهة الشارية هي شركة المشروعات التنموية القابضة، وهي شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، وهي تستحوذ على عارف طاقة في إطار تسوية بين بيتك ومجموعة عارف الاستثمارية، وكونها تمارس أنشطة مشابهة للشركة المستحوذ عليها ستكون هناك فوائد مشتركة على الطرفين، وربما يظهر كيان أكبر وأوسع يعزز نقاط القوة ويستفيد من الأصول الجيدة لدى كل طرف. الإدارة اللي عندنا راح تكون أكثر تخصصا لما تتجمع مع بعض، وأيضا راح يكون هناك نوع من السينرجيز، أو ممكن نستفيد من أو ندمج بعض الخدمات أو بعض فمما يؤدي إلى تخفيض التكلفة بالنسبة للشركتين معنا. وكونها شركة قابضة يقع تحت عارف للطاقة مجموعة من الأصول والشركات الموزعة في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات ومناطق أخرى من العالم، وهي استثمارات قد تواجه احتمالات مختلفة حسب تقييم المالك الجديد لجدواها وأدائها ومستقبل نموها. لا، ستين دراسة كل الأصول وتقييمها، وأيضا النظر في الخطوات القادمة بالنسبة لجميع هذه المشروع يعني الأصول. راح يكون لهم فكرة، راح يكون لهم نظرة، راح يكون لهم يمكن إعادة النظر في الاستراتيجية، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، تغيير مجلس الإدارة، كلها أمور مطروحة ينظر لها متى ما تم تسكيرة تسوي الكلوزنج حق الديل، ويبين النسبة وين يوصلون 100% 90 80 ما ندري، كلها يعني مرتبطة بيوم 3 جولاي إن شاء الله. صفقة الاستحواذ على 71% من عارف للطاقة تحظى بأهمية على أكثر من صعيد، فهي الأولى حسب قانون هيئة أسواق المال الجديد، وهي خطوة لإعادة هيكلة أذرع بيت التمويل الكويتي، وهي تخارج مهم لعارف الاستثمارية، وهي استحواذ في سوق يبحث عن أي بوادر حراك لكي يتفاعل معها. أسامة رشيد، سي إم بي سي عربية.